أبناء الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في بستان التميز النموذجية مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. أبنائي، طبعا تعلمنا في الحصة الماضية التاء المفتوحة والتاء المربوطة في درس كتابة صحيحة واحد، صفحة رقم 29 من كتاب المدرسة. أبنائي، طبعا تعلمنا في الحصة الماضية أن التاء نوعان، تاء مفتوحة تكتب هكذا، وتاء مربوطة تكتب هكذا إذا كانت متصلة مع الكلمة في آخر الكلمة، أو هكذا إذا كانت مفردة. طبعا أسمع أحد الأسود يقول: اعطني مثالا يا أستاذ. إذا قلنا يا أحبابي كلمة بيت، نلاحظ هنا في نهاية الكلمة التاء المفتوحة. طبعا التاء المربوطة في كلمة معلمة، نلاحظ هكذا تتصل بنهاية الكلمة هكذا، أو بمفردها إذا أردت أن تلعب فبما تلعب. طبعا أسمع أحد الأسود يقول: ألعب بالكرة. طبعا أحسنت يا بطل الأبطال. قلنا يا أحباب أن التاء المفتوحة تنطق دائما تاء، والتاء المربوطة تنطق مرة تاء ومرة ها. تنطق تاء عند نطقها بالحركات: معلمة كرة، معلمتي كرتي، معلمتا كرتا. وتنطق هاء يا أحباب إذا وقفنا عليها فنقول معلمة كرة، وهكذا يا أبطال. أما التاء المفتوحة تنطق دائما تاء: بيت، بيتي، بيت، لا تتغير وتظل دائما تاء. ننتقل الآن يا أبطال إلى أول درس معنا، وهو هذه الجمل. نقرأ أولا، عفوا، هيا بنا نقرأ. أقرأ الجمل الآتية وألاحظ نطق الملون منها. رفعت الفتاة علم الكويت. رفعت الفتاة علم الكويت. طبعا نلاحظ يا أبطال أن التاء في كلمة رفعت مفتوحة، ونطقناها تاء. الفتاة يمكن أن نقول الفتاة. طبعا تاء مربوطة يا أستاذ، أحسنت يا أسد الأسود. الجملة الثانية يا أبطال: صامت فاطمة شهر رمضان. صامت فاطمة شهر رمضان. صامت تاء مفتوحة، فاطمة تاء مربوطة، أي ننطقها أيضا يا أحباب كما نريد، بما بالهاء أو بالتاء. الجملة الثالثة: جلست البنت في هدوء. في هذه الجملة طبعا التاء هنا عليها سكون، جلست نطق التاء. طب بالضم: البنت، أيضا نطق التاء يا أحباب، فهي هنا تاء مفتوحة. ننتقل الآن يا أبطال إلى هذا السؤال السهل البسيط، وعبر عن كل من الصورتين الآتيتين بكلمتين مناسبة. الصورة طبعا الأولى صورة، أحسنت، طبيبة، 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 نلاحظ هنا نطق التاء في كل في كل مرة. الصورة التالية، هذه طائرة، وهذه طائرة، وهذه طائرة، طائرات، 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 طبعا هنا تاء مفتوحة. ننتقل الآن إلى الصورة من هذا السؤال. أنا أكمل الكلمات بالتاء التي تناسبها، إما تاء مربوطة أو تاء مفتوحة. هيا بنا: قالت، قالت، نطقناها تاء دائما، تاء مفتوحة. أحسنت يا أسد الذي أسمعه يقول قالت تاء مفتوحة يا أستاذ. فاطمة، 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 تاء مربوطة، أحسنت يا أسد. لأخواتها الصغيرات، 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 نطقناها مرة بالكسرة ومرة بالسكون، تاء مفتوحة. يحتاج جسم الإنسان إلى تناول الأغذية،
الأغذية، ها الأغذية تاء مربوطة، أحسنت، ها المفيدة من مثل الخضروات، الخضروات تاء مفتوحة بارك الله فيك، والفاكهة، 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 والفاكهة تاء مربوطة. طبعا يا أبطال كما نلاحظ التاء هنا مفتوحة في كلمة قالت، كلمة الصغيرات، كلمة الخضروات، وهي مربوطة في كلمة فاطمة، الأغذية، الفاكهة. وطبعا استطعنا أن نفرق بينهما من خلال النطق سواء التاء المفتوحة أو التاء المربوطة. ننتقل الآن إلى هذا السؤال أيضا، أذكر جمع كل من الكلمات التالية وأحدد نوع التاء في نهايتها، سنة، سنة، جمعها سنوات، طبعا تلميذة، تلميذة، تلميذات، أحسنت يا أسد، نبات، نباتات، بنت، بنات، وهكذا يا أبطال. طبعا يا أبطال نلاحظ سويا أن عندما تحولت الكلمة من المفرد إلى الجمع، ها إيه، أصبحت التاء مفتوحة، طبعا هنا التاء الإيه المفتوحة تكون مع جمع المؤنث، وكلمة سنوات يعني نحسبها من المؤنث، ها فنقول سنوات، تلميذات، نباتات، بنات، فطبعا هنا طبعا تاء مفتوح. طبعا قبل أن ننتهي من هذا السؤال نقول نوع التاء في جموع الكلمات السابقة تاء مفتوحة، ها أكتب كلمات انتهت بتاء مفتوحة استمعت إليها من زملائي، طبعا هناك كلمات كثيرة نستطيع أن نضعها، لعبت، علامات، معلمات، مهندسات، طاولات، ها طبعا قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي بالتاء المربوطة طبعا فكروا حتى يعني تستطيعون الإجابة بسهولة، لعبت أو تقول لعبت تنطق تاء دائما، علامات، علامات، معلمات، معلمات، ها مهندسات، مهندسات، طاولات، طاولات، وهكذا. الآن كلمات التاء المربوطة، مهندسة، مهندسة، طبيبة، طبيبة، معلمة، معلمة، طائرة، طائرة، طاولة، طاولة، وهكذا. أبنائي نتذكر سويا قلنا أن التاء المفتوحة تنطق دائما تاء سواء وضعنا فوقها حركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة، بيت، بيت، بيتي، أو وقفنا عليها بالسكون بيت، وهكذا. التاء المربوطة طبعا تنطق مرة تاء إذا وضعنا عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، لغة، لغة، لغتي، وإذا وقفنا عليها بالسكون تنطق هاء، فكلمة لغة تنطق لغة، 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 وهكذا يا أبطال. أبنائي الأعزاء إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.